اتفضل يا استاذ حسام. مرحبا استاذ وليد. انت مغير صوتك ليه يا حسام؟ لسبب معين انت راح تعرفه، بس صوتي جاي يرجع علي. اتفضل. الناس كلها ما فيش حد اشتكى من الصوت الا انت، غير البرنامج اللي انت بتستعمله والصوت هيجي لك كويس. انا على الواتساب عموما عندي قنبله صغيره اريد احكيها وخلي البقيه يحققون بيها. تفضل. المهم خلي شخص واحد، انا شيعي احكي لك اياه. نعم. اريد شخص واحد يثبت لي ان السيستاني، انا عندي دليل بس ما اقدر احكي يعني خوفا على حياتي وحياه عائلتي. شخص واحد اريد يثبت لي انه السيستاني هذا انسان عايش على قيد الحياه. شخص واحد خلي يتقرب يم وجهه ويلزمه ويثبت لي انه مو سيليكون. انا اعرف كلامي مو منطقي اللي جاي تسمعون، اتاكدوا بنفسكم. وخلي اي شخص، اي شخص معمم وغيره وغيره، خلي يطلع يثبت عكس كلامي. خلي يطلع السيستاني يتكلم عسما بالايراني بالباكستاني باي لغه، باي لغه. في فيديو مسرب، في فيديو مسرب لسه حاطه انا النهارده على تويتر تقريبا مسرباه جماعه الحكيم، لان في مشاكل ما بينهم ما بين جماعه السيستاني. حطوا كاميرا في بيت السيستاني وجابوا الراجل وهو بيلبس القناع بتاع السيستاني، موجود على تويتر عندي. جابوا وهو راجل بيمثل دور السيستاني وهو بيلبس القناع بتاع السيستاني. ده فيديو مسرب اساسا من بيت السيستاني. أنا لا شايف الفيديو ولا أي شيء خصه، بس أنا أتكلم لك عن شيء ملموس. نعم. لكن أنا عندي هواي أمور بس ما راح أقدر أتكلم بها كل هاليوم لأسباب معينة. راح أتكلم بس بهاية، وإن شاء الله بقية الأيام راح أطلع فد أشياء بم. نعم. تصدم الجميع. نعم. لكن خلي اليوم أي شخص يسمعني من المعممين الكبار خلي يثبت ان السيستاني هذا اللي موجود مو أداة لكسب آلاف أو ملايين الدولارات. كل كبار المعلم، الكبار فقط أحكي لك يعني من الليفل، ليفل هذا القريشي والحبيب وغيره. أعطيك في مثال بسيط، خلي القريشي والحبيب اسألهم على هذا الموضوع، شوف شنو راح يكون رد فعلهم. نعم. انت انسان ذكي وراح تعرفه من جوابه، راح تتاكد من كلامه انه هذا كله سيليكون كيس، هذا مو هو، مو حقيقي. صحيح. هذا صحيح. اداه لجمع الاموال الطائله. شيخ وليد اعطيك فد شغله صغيره بس. نعم تفضل. تعرف المعممين الكبار والمستوى المتوسط ودون المتوسط قليلا، يعني احمد سلمان وتحته بعد تحته بشويه، تعرف كميه المبالغ اللي يستلموها شهريا؟ نعم. انت عندك علم بها؟ لا والله ما عندي علم بها. مشكله يعني كلامي مرتبط حتى بدول مجاوره يعني غير ايران، اقسم بالله مبالغ خياليه. نعم. والكل ما دام مستفاد ماديا ما راح يتكلم. نعم. ولا راح يأثر على بيته. لكن أعيد وأكرر، الكل شيعي وأنا شيعي اللي أتكلم لك، بس الحمد لله والدتي سنية وديني كله أخذته من الأب الشيخ عمر عبد الكافي، أخذت كل ديني من عنده الحمد لله والشكر بحذافيره. فأريد شخص يطلع يقول لي لا أنت كذاب، هذا السيستاني موجود حقيقي. طيب حقيقي، خلي يطلع يتكلم ان شاء الله باللغه الهنديه، ما يهمني، ما راح يطلع. يا ناس اصحوا كافي، والله مضحوك عليكم يا شيعه. انا بنصكم عايش، بيتي في اكثر منطقه شيعيه ببغداد، لكن الشيء اللي التمسته انا من زمان كنت شاك بي، لكن من التمسته لا، واعرف وبالدليل. نعم. زين، خلي معمم يطلع، مو هذول الحثنقيه اللي بيت تصلين عليك يا كذول، هذول همج، هذول ما حد محترمهم. انا احكي لك على اللي يطلع خطب بالتلفزيون او رادود فما فوق. نعم. جبناها على هذا باسم الكربلائي، خليهم يحكون يقولون
باسم الكربلائي خادم الحسين، ايش قد اخذ بالبصره لما اجى قرأ؟ نعم تعرف الرقم؟ نعم أكمل يا أخي. 350 ألف دولار يا عيني باسم الحسين، باسم الناس القشامر. عموما أستاذ أنا عندي هواي كلام، هواي أمور جدا كبيرة، لكن جدا جدا يعني عندي ظرف حاليا ما أقدر أتكلم، لكن خلي انتظروني بالدليل إن شاء الله بالأيام الجاية. أنا متابعك ومتابع كل اللايفات وكل شيء زين. انت هذا برنامجك اليوم سؤالك عن شنو مثلا؟ هو سؤالي النهارده عن آية يقولون انها آية الولاية. انت استاذ ابراهيم وليد، نعم، انت تعرف كل الزين، تعرف انت متيقن ان ما حد راح يقدر يجاوبك. نعم، الموضوع جاي يدور بحلقة منتهية، نفق مظلم، ما حد راح يقدر يواجهك في شيء وتغلب عليه، لان انت خلاص الله واحد، هذا الموضوع جوابه واحد. لكن خلي يركزون على الفضايح الكبيرة. الكل معمم يسمعني كبير وثقيل، يعرف أنا إيش قاعد أقصد، تمام؟ نعم، على العموم جزاك الله خير يا غالي، ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات وتمام الهداية. شكرا لك يا غالي، الله المستعان، ربنا يهديهم. والله انا مش عارف مستحملين حاجه اسمها سيستاني ازاي، يعني مضحكه ومقتضى الصد، يعني انا مش عارف، سبحان الله، الشعب يحب يضحك اللي يضحك عليهم والله.